Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear student, welcome again, and let us continue with chapter 5, stability of feedback control system from the automatic control subject. محدثكم هنا دكتور منجي محمد زايدي, وهنا سنواصل وسنتعرف كيف نستخدم قانون روث كي نعالج او كي نرى كيف يكون يعني النظام مستقر او لا. وهنا عندي an example 1. Given the following system, each of us is given by. اولا لابد ان نعلم ان هذا each of us هو the total transfer function. يعني هنا ايش؟ يعني هنا يكون عندي نظام مثلا x في direct path وواي هو الفيدباك, هذا الانبوت وهذا الاوتبوت, هذا الفيدباك. الواي على نوت واي فور اكزامبل هي سي, الاوتبوت هو سي وهنا الانبوت هو ار. هنا لازم نعلم ان سي على ار هي الاتش, يعني الاتش هذه هي ذا توتال ترانسفير فانكشن. ذا توتال ترانسفير فانكشن يعني ذا دايركت باث, اللي هي يعني ايش دايركت باث, يعني x over 1 plus x y, هذا هو the total transfer function. المهم ننطلق من هذا الترانسفير فانكشن الذي هو معطي في هذا الشكل, وسؤال يقول check whether this system is stable or not. ننطلق من الكاركترستيك ايكويشن, يعني دوما عندي الكاركترستيك ايكويشن في قانون روث هي يعني البداية, وهي يعني نقطة البداية. الكاركترستيك كويشن هي يعني قلنا ان هي المقام يساوي 0, s5 s4 3s كيوب 9s سكوير 16s بلس 10 ايكوال تو 0, فبالتالي يعني هذه هي الكاركترستيك كويشن. خلينا هنا نذكر بالكونديشن 1 والكونديشن 2 في قانون روث. الكونديشن 1 في قانون روث تقول انه لازم كل الكوفيشنت في الكاركترستيك ايكويشن لازم تحمل نفس الإشارة, وهنا عندي الكوفيشنت بالنسبة هنا 1, هنا 1, هنا 3, هنا 9, هنا 16 and هنا 10, يعني كل الكوفيشنت بوزيتيف, so that condition 1 is okay. الكونديشن الثاني ماذا يقول فيها روث؟ يقول أنه لازم تكون كل الكوفيشنت موجودة ولا يجب أن تكون واحدة بس ناقصة, يعني كل الكوفيشنت موجودة, يعني عندي الـ S أس 5, S أس 4, S أس 3, S أس 2, S and S أس نود أس 0, يعني كل الباور موجود, يعني ما فيش مثلا S أس 2 ناقصة, وبالتالي الكونديشن 2 is okay. بعد ما قلنا الكونديشن 1 والكونديشن 2 وهي the two necessary but insufficient condition, هي متوفرة ويعني يعني موجودة الكونديشن متوفرة الاثنين, نمر بعدها إلى جدول روث, لأنه لا يمكنني أو لا أقدر أن أستخلص أو أن أستنتج استقرار النظام من الكونديشن 1 والكونديشن 2. It's okay. It's okay, condition 1 okay, condition 2 okay, لكن لابد أن نمر إلى الجدول حتى نقول أنه النظام مستقر أو لا. لكن في صورة ما أنه الكونديشن 2 أو الكونديشن 2 أو الكونديشن 1 والكونديشن 2 مع بعض غير متوفرة, وقتها نقول يعني مباشرة النظام غير مستقر ولا داعي للمرور إلى جدول روث. طيب هنا وجب علي أن أمر إلى جدول روث, وكنا تكلمنا على كيف نعبي السطرين الأولين من جدول روث. نعبيهم السطر الأول نحط فيه يعني الكوفيشنت الفردية, يعني رقم 1 ورقم 3 ورقم 5 ورقم 7 إلى آخره, وهي 1 3 و 16. ثم اللاين الثاني او الرو الثاني نعبيه بالكوفيشنت الباقيه, يعني نحط فيه رقم 2 لانه هنا عندي 2, واحط فيه رقم 4 ورقم 6 الى اخره, وهي 1 و 9 و 10, والباقي صفر بطبيعه الحال لانه غير موجود. ثم هنا هذا الكوفيشنت كيف نعبيه؟ هو 1 تايم 3 ماينس 1 تايم 9 على 1 تساوي ماينس 6. بعد هذا الكوفيشنت هو 1 تايم 16 ناقص 1 او ناقص ناقص سوري ناقص 1 تايم 10 بالضبط على 1, هذا الواحد دوما نقسم عليه تساوي 6. بعدها 0 لانه ساستعمل هذه الاسفار وتصبح الباقي اسفار. ثم هذا الكوفيشنت يعني بالنسبه لللاين هذا, هذا اللاين استعمل فيه يعني السطر هذا والسطر هذا, وبالتالي هذا الكوفيشنت في هذه الخانه هو ايش بالضبط؟ هو ماينس 6 ضرب 9 ماينس 1 في
ماينس ماينس 6 سوري ماينس 6 ضرب 10 ماينس 1 ضرب 6 سوري على على ماينس 6 هذا نقسم عليه. ثم هذا الكوفيشنت هذا الكوفيشنت هو ايش؟ هو ماينس 6 ضرب ال 10 ماينس 1 في الصفر تقسيم ماينس 6 تساوي 10 الى اخره. بعدها هذين السطرين هذا السطر نعبيه بالسطرين التي تسبقه. وبالتالي هذا الكوفيشنت هذا 12 كيف تحصلنا عليه؟ هو بكل بساطة 10 ضرب 6 ماينس ماينس 6 في 10 تقسيم 10 سوري. وبالتالي اتحصل على 12. هذا الكوفيشنت هو بكل بساطة هو 10 في 0 ناقص 6 في 0 على 10 تساوي 0 الى اخره. بعد ما عبينا كل الكوفيشنت لازم اسوي تشيك على الفيرست كولن. هذا الفيرست كولن الذي سيعطيني يعني النظام مستقر او غير مستقر. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ 1 ماينس 6 10 12 و10. وهنا هذه الكوفيشنت لا تحمل نفس الاشاره وعندي هنا ماينس 6 لانه بدات بالبوزيتيف بوزيتيف بعدين انتقلت ماينس 6 بعدها 10 وبعدها 12 وبعدها 10. وبالتالي عندي كوفيشنت يحمل الاشاره السالبه على يعني على غير باقي الكوفيشنت وهي كلها بوزيتيف. وبالتالي اقول the system is unstable النظام غير مستقر. هذا اكزامبل على روث تيست how to apply the روث تيست on a given system. Thank you very much for your attention.